شكرا شادي. من الأكل لمحاولة الامتناع عن الأكل وخسارة الوزن، وأكيد هالموضوع رح نحكي عنه اليوم مع سيد جمال الديك من فيا لاين، وأكيد مع زميلنا وحبيب قلبنا كمان مصطفى كرك اللي عم يضعف بشكل كتير كبير على فيا لاين بفيا لاين. صباح الخير. صباح الخير مصطفى. واليوم كمان لانه كلنا اسره واحده عم نعزي بعضنا. صحيح. اليوم من الصبح برحيل زكي، ما تطلع فيي انت. لا مصطفى، مصطفى لا ما تعمل هيك فيي. ما نكون قوية كرمال زكي، ما نكون قوية. ايه ما رح ابدا معك، رح ابدا مع جمال ونحكي اكثر عن مصطفى اللي مرق بمراحل كثيره. صحيح. ومن 18 يوم بلش بمرحلته مع فيا لاين لحتى يخسر من وزنه، وصار خسران لليوم 14 كيلو. الحمد لله. اول شيء بدي اعزيكم واعزي اسرته الكبيره واسره تلفزيون المستقبل، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله يا رب يا رب، ويعوضوا بيت خير من هالدير العيش اللي هو عايش ان شاء الله يا رب باذن الله. مثل ما تفضلتي وقلتي، مصطفى له بلش معنا ب 18 الشهر الماضي، بلش بوزن 134 كيلو. عم نعيش معه هالاكسبيرينس، عم ننزل له وزنه تدريجيا، الناس كلها عم تعيش معنا كيف مصطفى عم يزل تدريجيا. الاهم من هيدا كله انه مصطفى عنده الطاقه وعنده النشاط. صح. ما فينا نروح اليوم لاي رجيم نهائيا اذا فقدنا الطاقه، اذا فقدنا الطاقه فورا نحن بحاجه لسكريات، لشوكولا، لبونبون، لنتناول وجبات اكل ما بتكون اكيد مدروسه بكثير من الاحوال. وهو الحلو بمصطفى انه هو شخصيته حلوه مصطفى، وبضل الحمد لله. يعني نحن من هذيك المره وقتها كنا برا كنا عم عاملين الاعتصام وقتها الاسبوع او من كم يوم، شفته. وهو كان عامل لنا الجو، كان عم يضحكنا كلنا سوا. بقى كمان الحمد لله يعني هذا كثير مهم انه ما اثرت على اول شغله. يعني الواحد حس حاله محروم من اكل. صحيح. اول شغله مصطفى هو انسان نشيط، هو انسان عنده اراده، هذا الاهم. اليوم فيا لاين ساعد مصطفى كثير، بس الاهم مصطفى عرف شغله انه بده يصلح هون تقدر يصلح هون. صحيح. لما الشخص يحط براسه انه بده ينزل وزنه مثل ما عمل مصطفى ومثل ما عم نشوفه ومثل ما رح نشوفه لقدام شوي، اكيد وزنه بده ينزل ان شاء الله. خلينا نشوف هالكليب فاذا ونتابع بدايه المراحل مع مصطفى. أكيد. قبل ما نرجع نشوف مصطفى اليوم على الميزان. مصطفى انت كنت 134، هلا قد ايه صرنا؟ هلا 129 تقريبا. 129، وانت حاطط براسك انه في اراده وفي قوه وفي بدنا نظبطها ضروري. ايه ما بدنا نبخر ابدا. خلينا نشوف مصطفى قد ايه هلا الوزن. 129 على قد. فيا لاين ارتحت كثير، بطلت اكل كثير، بطل يجي على بالي الشوكولا كثير. يعني مرتاح جسديا، مرتاح، صرت انشط، حركتي سريعه اكثر. بدي اعزبك على الميزان اللي عايشتي. نحن كل البرودويات اللي بنجيبها نحن دائما بنستعين بتيمونياج على الهواء، وكلنا كنا نشوف كلنا نجيبهم اسبوعيا ويمرقوا على الميزان وينشاف. هذا الشيء اللي على الارض. شو عندنا هون؟ خلي راسك عالي. ما تزعبر. عندنا 121 كيلو ونص. 121 ونص. هيدا كان باثنين ايار. هيدا كان يوم الجمعه. كان 121 كيلو ونص. صحيح. مصطفى كيف خبرنا كيف عم بتكون؟ يعني قديش عم تاخذ كم حبه؟ قديش عم بتحس حالك انه عن جد مرتاح وما حاسس حالك محروم من الاكل؟ او منك عم تتضايق لما عم تشوف اكل طيب انت بالعاده بتشتهيه يعني؟ كل يوم الصبح الريق عم باخذ حبتين فيا لاين على كبايه مي قبل بنص ساعه من الاكل. فاكلي خف 80% تقريبا، وما عم بشتهي شيء ابدا، لا الحلو ولا الشوكولا ولا الاكل. قديش صرنا على الميزان؟ هيدا نشوف. يلا يلا ها نشوف هلا. 120 كيلو. ايه قول بس عن 3 ايام يعني 120 كيلو، يعني عم يعمل تقريبا نص كيلو بالنهار، يعني هذا شيء طبيعي. صحيح صحيح. وهو اهم شيء الاستمراريه، يعني هيدا الشغله اللي كثير اساسيه. طبعا هو مكمل نحن فضلنا قدام يكون هذا الشيء قدام كل الناس، ما في شيء مخبى ابدا، عندنا شفافيه وعندنا مصداقيه، ومصطفى عم بيطلع على الميزان وكل الناس عم بيشوفوه وعم بيعيشوا هالتجربه معه. صحيح. مثل ما نحن عم نشوفه، يعني انا بيجي بشوفه هون على الميزان. ايه. على التلفزيون قدام كل الناس. طب خلينا نحكي شوي عن المركبات كمان تبعول فيا لاين، وكمان انت دائما بتخبرنا انه عن عدد من الاصناف اللي موجوده بتكون بالبرودكتس تبع فيا لاين لانه المجموعه كبيره. صحيح. بقى كمان يعني بالنسبه للاشخاص اللي حابين ياخذوا، كيف بدهم ياخذوا؟ حسب وزنهم، حسب عمرهم، حسب نشاطهم. هلا نحن عم نعطي حبتين على الريق الصبح. نعم. كل يوم مع كبايتين مي.
ما في داعي لحتى ياخذ اكثر. هول الحبتين هن 70 ملي جرام عم يشتغلوا معنا 24 ساعه. اللي عم بيصير بالفيا لاين هو الاكتيف انجريدينتس تبعه هو الصفران. نعم الزعفران، هيدي الماده يلي تسمى بهار الملكي، يعني ماده كثير غاليه باستخراجها. وعم نسمع هلا مؤخرا كان في زراعه بديله بلبنان عم بيحاولوا يدخلوا الزعفران، لانه الزعفران شيء مهم جدا. نعم. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. صحيح. هيدي الماده اساسيه جدا، موجوده بشرق اسيا وموجوده بشرق اوروبا. كثير غاليه، بدها تقنيه كثير عاليه باستخراجها ومكلفه جدا. اكيد بس الفي لاين منه غالي، يعني ما حدا يظن نحن عاملينه بسعر كثير مدروس للسوق اللبناني وللسوق العربي لحتى يقدروا كل الناس يحصلوا عليه. اللي عم يعملوا الزعفران عم بيرفع هرمون السيروتونين، هذا الهرمون اللي هو مسؤول عن كبح الشهيه وعن المزاجيه. صح. يوم هول هالشغلتين مرتبطين ببعضهم كثير، اذا كنا نحن بمود او كنا بقلق او بتوتر او بهذا ما رح دائما بيكون في عنا افراط بالاكل. ودائما افراط بسناك وبين الوجبات. الفيا لاين هو كابح للشهيه. ما في شك انه نحن مع استخدام الفيا لاين طبعا مصطفى عم يمشي وهذا شيء اساسي اليوم. صح. انا بدي انزل وزني، اول شغلي بدي اخف اكلي، تينزل وزني شو بتاكل هو عم بتحدد صحتك لبعدين. صح. نوعيه الاكل، كميه الاكل اللي بتاخذها هي اللي بتحدد صحتك لبعدين، ما عم بيحرم حاله شيء، اكيد عم بياكل كل شيء، بس الكميات اللي عم ياكلها هي كميات مدروسه جدا، ما بقى في هذا الافراط، ما بقى في عشيين، ما بقى في غديين، ما بقى في سبع ثمان لوح شوكولا بالنهار، كل هيدي الامور لما تخف اول شغله شو بده يبلش؟ بده يبلش الجسم ينزل، مثل ما عم نشوفه عم ينزل وزنه، شغله اساسيه بالحجم. خلينا نطلع نحن وين كان الحجم وين صار وماشي لقدام شوي وان شاء الله بيوصل للوزن اللي هو بيتمنى انه يكون عليه والله يوفقه ان شاء الله. مصطفى يعني قديش كم وجبه عم تاكل بالنهار؟ عم باكل ثلاث وجبات عادي. أيه. بتروق وبتغدى وبتعشى، اكيد مش مثل قبل. أيه. بس طبعا يعني مثلا ما نقولش انجا ربع هلا باكل. الوجبات صغرت يعني تبعيتك؟ صغرت كثير. عم تمرق سناكس اوقات بالنهار؟ لا ابدا ابدا ابدا. وما عم تفتح نفسك مثلا اوقات او عم تمرق لوح شوكولا او شيء؟ نهائيا لا. لا لا. ومش حاسس حالك محروم منهم يعني انه ابدا مش مزعوج؟ قديش حاسس حالك مرتاح مع ثيابك كمان؟ بصير واحد بيرتاح اكثر. بالزبط. النشاط هو اهم شيء. ايه والنشاط كثير اساسي. لما ينزل الطاقه اللي بالجسم تخف فورا نحن بنروح للشوكولا لبونبون ل100 شغله لحتى نرجع نستعيد الطاقه عنا. وهذا اليوم هو ما عم بيشعر فيهم. ليه؟ لانه مثل ما خبرتك السيروتونين هو الاساس، وثلاث ارباع ادويه الاعصاب اليوم ثلاث ارباعها فعلا بيدخل بتركيبتها الزعفران السيروتونين. صحيح صحيح. وهذا اللي كثير هذا اللي كثير اللي مخليه انه شخص رايق، ما عنده قلق، ما عنده توتر، وهذا اللي ما بيخليك تلجا الى انك تاخذي شيء تحت تاكلي شوكولا او بونبون او تاكلي اكثر من وجبه. وبيخليك دائما لما تكوني انت عم تحسبي شو عم تعملي، عم تحسبي الكالوريز اللي عم ياخذهم جسمي، هون ببلش فعليا الوزن ينزل. اكيد. طب هون واحد بده يضل مكفى فيه على فتره قديش تقريبا للفيلان؟ تيوصل للوزن اللي بده اياه، للوزن المثالي. بمجرد ما يوصل للوزن المثالي، الوزن اللي بيتمني، خلص بيقدر يوقف، ما في مشكل ابدا. هلا اكيد في ناس بيعرفوا، بتعرفي نحن اجواءنا بلبنان يا اعياد يا اما ويك اند. رياضتنا الوطنيه هي الاكل. الاكل صح. ومطبخنا شهي وطيب وكلياتنا بنضعف، ما في مجال، خاصه بالويك اند نضعف قدام الاكل. طبعا اكيد. وبنبلش نزعبل بالويك اند. فلذلك اليوم نحن كل شخص بيشعر بحاله انه هو مشروع ممكن يزعبر او ياكل زياده، لا بننصحه فعليا بيقدر ياخذ حبه قبل نص ساعه من الوجبه اللي متوقع انه يعملها، وهذا الشيء طبيعي 100%، ما بيحتوي اي عناصر كيميائيه. يعني حتى لو ما تناول الحبيت الصبح ممكن حتى ياخذهم قبل وجبه الغداء او وجبه العشاء ممكن. اذا ما كان عنده وزن زايد، اذا أوكي. عنده وزن زايد وعم بينزل وزنه، مفترض انه ياخذ حبتين على الريق الصبح مع كبيتين مي. نعم. ونحن دائما بنطلب بشرب المي، يعني تخفيف الملح حتى ما نمنع احتباس السوائل بالجسم ونزود من شرب المي. هذه نصائح كل الناس بيعرفوها. اكيد. قديش عم بتشكل باكلك كمان مصطفى؟ يعني قديش عم تاكل سمك، لحومات، دجاج، خضره، فواكه؟ قديش عم بتنوع كل هدول الاشياء او اشياء كمان الاشياء الحلوه، يعني الحلويات نوعا ما او الاشياء اللي فيها فاتس، يعني اذا فينا نقول؟ يعني كل شيء عم باكل، ما عندي شيء معين وقف عليه. ايه؟ ومرتاح جدا. وهلا صرت احس انه صرت عم باكل قليل بس عم بحس بطعمة اللقمة. اوكي. عن جد بنتعش اكثر. قبل كنت اكل سريع، انا باكل كانت قبل بعدني جوعان. ايه. خلص صحن بعدني جوعان. هلا عم باكل شوي كثير مرتاح ومبسوط انه انا عم باكل وعم بستطعم بالاكل.
هذا اهم شيء، واحد يحس حاله فعلا مرتاح. هون عم نشوف كمان الريد جولد اللي شفنا العلب هذيك المره معنا بالاستوديو عالم الصباح كمان. صحيح. وعم نشوف كمان كنا المجموعه الثانيه وقتها، عندنا مجموعه كثير نعم. كبيره، مش بس عندنا فيا لاين اللي هو اكيد كل الناس بتعرفنا ايه. ولحد هلا فيا اناناس، فيا اناناس مظبوط، فيا اناناس ايه. اسم كثير كبير. صحيح. صدقيني يعني بعده فيا اناناس رقم واحد اليوم بالسوق ايه. يعني الحمد لله الفيا اناناس، ليه؟ لانه اول شيء برودوي ما له كونتر افي ابدا ايه. طبيعي 100%، كل الناس عم تاخده، كل واحد الفيا اناناس كبرنر يعتبر من الاهم اليوم القصص الموجوده بالاسواق ايه. فيا لاين لا، هو كوبفا، هو بيختلف عن الفيا اناناس، هي نفس المجموعه نفس الشركه هديك نفس المكون الاساسي هو اللي هو هو البروملين ايه؟ ابدا، هون المكون الاساسي هو الصفرة، نفس المجموعه نفس المصنع اللي بينتجهم تروشان بفرنسا. اكيد في عنا البوسترز اللي هو كان معنا بالحلقه الماضيه وفرجيناه للناس ورح نرجع نجيبه، اكيد في عنا كثير مجموعه كثير كبيره. انا بنصح الناس اليوم يزوروا موقعنا على الويب سايت www.postshoplb.com. هيدا الموقع بيحتوي كثير قصص نحن عنا اياها، مش بس عنا قصص لتنزيل الوزن يعني حتى اللي ما بده ينزل وزن بيقدر يفوت لعنا على الموقع تبعنا، بيقدر يتعرف شو في عنا. عنا ماسكات كلها شغل فرنسا، عنا برودوي دي بوتي كمان شغل فرنسا ومهمين كثير. كان عندكم كمان هديك المره جبتها معك للتبييض الوجه كمان، هيدي لازم تعملوا لها حلقه، هيدي رح نعمل لها حلقه خصوصي لانه هلا شمس بعد شوي رح تكون كثير قويه. هيدي مش بس لتبييض الوجه، هيدي لنقاوه البشره نعم. كثير مهمه، وخاصه للستات يلي بعد الولاده بصير عندهم كلف. صح. اذا بتلاحظي او لحتى للبشره، لنقاوه البشره كثير مهمه. هيدي الماده الوحيده اللي هي الجلوتاسيون هي المسموحه عالميا نعم. يعني بعمليه تبييض البشره، لانه بتشتغل على الكبد، بنحكي عنها بحلقات سابقه اكيد، وبيكون معنا بالتفصيل ساعتها حلقه كامله عنها. نحن بنشكر كثير وجودك معنا، بنرجع بنشوفك ان شاء الله بعالم الصباح ان شاء الله. انا ادوم باذن الله اكيد. شكرا كثير لك وشكرا لك مصطفى، وراح نتابع نحن معك اكيد يعني برات الاستوديو وعلى الهواء كمان مع المشاهدين وعلى الميزان. راح نتابع اكيد محطاتنا بعالم صباح بعد لحظات بوقتها، خليكم معنا.